بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. من ملعب لملعب، من البطوله لبطوله، هذا قدر هو النادي الاهلي. الحقيقه منافسات لا تنقطع، مشاركات، فرق، العاب، اعداد، يعني النادي الاهلي منظومه مؤسسه كبيره. يعني زي ما حضراتكم شايفين، يمكن احنا كل يوم عندنا حدث رياضي، كل يوم عندنا مباراه، كل يوم عندنا منافسه. ده احنا بنتكلم على مستوى الفرق الاولى. لو اتكلمنا النهارده عن مستوى القطاع الناشئين والناشئات، حدث ولا حرج، يعني خليه نحل جوه النادي الاهلي. فالحقيقه يعني احنا يعني بنجتهد قدر استطاعتنا ان احنا نبقى مع ابطالنا ونجومنا في كل مكان. النهارده هنكون مع ابطال كره السله، هذا الفريق اللي اخر موسمين الحقيقه اسعد جماهير النادي الاهلي بعدما كان يعني مصدر من مصادر، يعني مش هقول يعني عدم الفرحه، ولكن كان دايما جمهور النادي الاهلي بيتمنى فريق كره السله يكون على منصات التتويج كاول، مش بس على منصات التتويج، ولكن اخر سنتين ونص او اخر ثلاثه سنوات الحقيقه النادي الاهلي يعني شبه، يعني مش عايز اقول ما بحبش كلمه احتكار البطولات، ولكن دايما بيكون في اي بطوله بيشارك فيها بيكون منافس، ويمكن اخر فتره خدنا بطولات كثيره، وفي سنة واحدة خدنا 5 بطولات. يعني الأقصد أقوله أن فريق أصبح يفخر به النادي الأهلي. النهاردة عندنا نهائي كأس مصر، هذا الفريق خرج من البال أو تصفيات مجموعة النيل مباشرة يوم ولعب أو يومين ولعب قبل النهائي مع الجزيرة، وتأهل بنتيجة 67-66 إلى المباراة النهائية في الوقت اللي لعب نادي الاتحاد نادي الزمالك، وتأهل على حسابه إلى المباراة النهائية. النهاردة الأهلي والاتحاد، نادي الأهلي ل 12 سنة على التوالي يوصل أو يوصل إلى نهائي الكأس. يعني ما فيش نادي في مصر استطاع أن يوصل لنهائي الكأس في عدد سنوات متتالية زي نادي الأهلي. ده إن دل فبيدل على قوة فرقة النادي الأهلي في العقد الأخير أو العقد الأخير من الرياضة المصرية. يعني يمكن نقول 12 سنة، طب كم سنة كسب النادي الأهلي فيه البطولة؟ كسب 3 مرات فقط. ولكن يمكن مرتين منهم آخر 3-4 سنوات، ولكن ده بيدل قد إيه النادي الأهلي من قوته يعني استطاع أن يوصل 12 مرة. المباراة ستقام في تمام الساعة 9 بإذن الرحمن على صالة الشباب والرياضة زويل، يعني أو يطلق عليها دلوقتي صالة الدكتور زويل في الشباب والرياضة في تمام الساعة 9. طبعا هنتناول المباراة فنيا وتحليلا من كل الجوانب، وهنقول لحضراتكم إحصائيات مباراة الجزيرة وإحصائيات أيضا مباراة الاتحاد والزمالك من أبرز اللاعبين. ولكن في البداية خلوني أستأذن حضراتكم أرحب بضيوفي ونجومي اللي منوريني في الاستوديو، الكابتن محمد السلعاوي نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر وعضو لجنة انتقاء المواهب الحالي في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك كابتن ايسام، وان شاء الله تكون ليله سعيده باذن الله. منورنا يا كابتن. الله يخليك كابتن. طبعا برحب بكابتني ومديري الفني السابق وكمان نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر واحد افضل السناتر اللي جت في تاريخ مصر، وكمان كان مدير فني نادي الاهلي السابق وقامه كبيره من قامات الباسكت بول في مصر، كابتن نبيل بخيت. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم، واهلا بجمهورنا العزيز. منورنا، وان شاء الله تبقى ليله سعيده تنتهي بالفوز باذن الله. باذن الله، باذن الله. التوفيق كابتن محمد. النهارده المباراه صعبه، يعني اكيد النادي الاهلي بيعاني من الاجهاد، بيعاني من الاصابات، بيعاني من غياب المحترفين اللي لعبوا معانا البال، يعني الاربعه بره، وجي يعني المحترف اللي بيلعب معانا بيلعب معانا دلوقتي هو ما لعبش معانا البال لظروف القيد والتسجيل والاختيارات الفنيه. فالنهارده الاهلي بالورقه والقلم مش في افضل حالاته، ولكن الاهلي ما عودناش على كده. شايف مباراه النهارده ازاي؟ انا شايف ان المباراه صعبه على الفرقتين، سواء نادي الاهلي او نادي الاتحاد. المباراه الماضيه نادي الاهلي لم يكن في احسن حالاته في مباراة الجزيرة، والاتحاد كان حالته كويسة وقدر يكسب الزمالك بفارق طوال المباراة. لكن المباراة دي ما لهاش مقياس. المباراة دي احنا متعودين، يعني الاهلي بقاله فترة على منصة التتويج، الاتحاد بعيد عن منصة التتويج بقاله فترة برضو. اللعيبة هم اصحاب الكلمة العليا في يعني خلاص، المدربين عارفين بعض، اللعيبة عرفت بعض، كل شيء بقى في يد اللعيبه هي اللي هتنفذ. اي الفريق اللي هيستطيع فرض اسلوب لعبه على الخصم والسيطره على السلتين او الريباوند زي ما بنقول، وتقليل التيرن اوفر او الكرات اللي هي مقطوعه، نعم. اوكي، والتركيز في الفاول شوتينج والرميات، نعم. ده هيكون الفريق هو اللي مسيطر، وهو اللي يعني ونتمنى ان يكون الفوز حليف النادي الاهلي، ونتمنى برضو ان نتفرج على مباراه دسمه، مباراه فيها باسكت نقدر نحللها كويس، ونقدر نقول للناس كل فريق عمل ايه النهارده. اشكرك يا كابتن محمد. كابتن نبيل، البعض بيقول ان بحكم التاريخ وبحكم
التجربه في اخر اربع خمس سنوات انه كان دايما بيكون طرفي النهائي بيكون الاهلي والاتحاد. في الوقت النادي الاهلي بيحافظ على السكور قريب من بدايه المباراه ويوصل بالمباراه للكوارتر الثالث والرابع، النتيجه بتبقى 3 4 بونت سواء بلس اور ماينس ليك، انت فوق او تحت يعني، بس بتمشي ايكوال للنهايه بتفوز بيها. المباريات اللي بتبعت فيها السكور من الشوط الاول فرق 15 نقطه او اكتر من ذلك للاتحاد بتنتهي لمصلحه الاتحاد. تعتقد الكلام ده صح وهل هو قابل للتطبيق النهارده ولا لا؟ هو التجربه هي اللي بتثبت كده. يعني في المباريات اللي اغلبها مشي فيها الفريقين بسكور متقارب الاهلي فاز فيها. نعم. المباريات اللي قدر الاتحاد يهرب بالسكور من الاهلي بقى في صعوبه ان الاهلي يرجع للجيم. نعم. فده كلام فعلا مظبوط، بس انا كنت اتمنى ان الاتحاد كره السله برضو يعني يعمل حساب ان النادي الاهلي لعب مباريات بتاعه البال وكان يدي وقت ليهم عشان يستعدوا، خاصه ان احنا بنلعب بخمسه محترفين وفي ثلاث لعيبه على الاقل مهمين لسه كانوا المفروض يعني هيدخلوا مع الفريق عشان نقدر نلعب المباريات دي. كنا نتمنى كده، كنا نتمنى طبعا، بس هو صعب الزمالك والاتحاد والجزيره هيثم يدي كان كده لان انت مسافر، انت ثلاث ايام وهتسافر. ماشي، انت في دوري محترفين، انت مش لازم تخلص على شهر 6. لا انت هتسافر، ما عندكش اولمبيات انت بعد ما تسافر. هتسافر بطوله رواندا. تمام، بس انت ما عندكش اولمبيات. يعني هو كابتن نبيل وجهه نظره وتحترم كابتن نبيل، انت النهارده الطايره ضغط الموسم بتاعه عشان عنده باريس عشان 24. انت فريق السله مش هتأهل، يعني خلينا نقول عنده تصفيات هيروحها اللي هي المجموعه اللي هيروحها في اوروبا دي تقريبا، ولكن تاهلك يعني احتمالاته بسيطه جدا. فالنهارده انت ما عندكش اي داعي لضغط الدوري، يعني انت عندك اجهاد بالنسبه لفريق النادي الاهلي وبس. يعني مع الاجهاد مع كل حاجه، لا الاهلي بالموجودين والاهلي بالناس اللي هي هتلعب، وانا اتوقع ان الاهلي يؤدي مباراه النهارده قويه جدا، ولازم كل واحد من اللعيبه يكون جواه مباراه مع اللي هو مثلا مسؤول عنه، سواء اللعيب اللي هيمسكه او سواء اللعيب اللي هيبقى في الملعب مسؤول عنه. الفريقين لبعض كتاب مفتوح، كله حافظ بعض. اداء اللعيبه نعم. النهارده واستقتالهم عشان الجيم ده مهم جدا. نعم. طيب خليني برضو اشير الى نقطه كل جماهير النادي الاهلي بتتمنى وبتدعو الله سبحانه وتعالى ان يكون التحكيم موفق النهارده. دايما بنعاني من التحكيم في مباريات كره السله، المباريات اللي بتنجح اللي بيكون لها للاسف، وده الكلام ده انا بقوله للاسف لانه ده التجربه وكل الجماهير، وعلى فكره مش جماهير النادي الاهلي بس، جماهير الرياضه بشكل عام الانديه المختلفه دايما بتنادي بحكام اجانب. وخليني اشير الى حاجه ان هي اكيد مش صدفه، اكيد مش صدفه ان انت بدات يعني تحصد بطولاتك وتقف يعني على ارض صلبه ويبقى في لما بدات تاخد، انا بتكلم بكل امانه كلام يعني ده حقيقي وباحصائيات، ان انت من بعد بدات يجي حكام اجانب في نهايات الدوري انت من هنا بدات تظهر. وللاسف انا 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 انا, أنا زعلان بقول كده، ولكن هي دي الحقيقه، لازم الحكام تبقى موفقه. الحكام مش قصدهم يظلموا حد واحنا متاكدين من كده، ولكن غلطات بتودي الماتش في حته تانية، غلطات بتبقى كارثيه. اخرها كان مباراه الجزيره مع الجزيره الماتش اللي فات وفاول على سيف سمير يا كابتن، حاجه يعني واضحه للكل وكانت هتودي الماتش في حته تانية خالص، والحمد لله ربنا كرم لولا الثلاثة بونت بتاعت عمرو الجندي. فاتمنى يا رب توفيقهم. التحكيم يكون على قدر المباراه النهارده، انا بدعي لهم والله العظيم وبدعي لنفسنا ان التحكيم يكون على قدر المباراه. وصل الموضوع باللعيبه وبالجمهور وبينا وبكل المتابعين ان احنا بنقول يا رب خايفين من التحكيم مش خايفين من عدم التوفيق مثلا. فالموضوع ده لازم يكون في وقفه ولازم يتحلل ويشوف اداؤه ايه، ما بقاش في ثقه من اللاعبين ولا الجمهور بالذات في كره السله في التحكيم. طيب خلينا نروح لروزان نصر الزميله العزيزه من ارض الملعب صاله الشباب والرياضه في 6 اكتوبر عشان كما عودناكم ننقل اجواء المباراه، تشوفوا ايه الاستعدادات، الفرقتين وصلوا ولا لا، هل بداوا الاحماء ولا لا. روزان مساء الخير عليكي وتفضلي. برحب بيك كابتن هيثم، برحب كمان بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب كمان بكل مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من داخل صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، متواجدة طبعا معاكم لنقل يعني الاستعدادات الأخيرة لمباراة النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري في بطولة نهائي كأس مصر لكرة السلة رجال. يعني خليني أقول إنه منذ قليل طبعا اتلعبت مباراة يعني تحديد المركزين الثالث والرابع ما بين نادي الزمالك والجزيرة، والحقيقة هي كانت مباراة قوية جدا يا كابتن هيثم في ندية لآخر ثانية من عمر المباراة، وانتهت طبعا بفوز نادي الجزيرة على حساب الزمالك بنتيجة
77 ل67، يعني نادي الجزيره طبعا كان متقدم بشكل كبير يعني في اول 3 كوارترز، ولكن في اخر كوارتر نادي الزمالك قدر يعمل كومباك ولكن انتهت ايضا يعني لصالح نادي الجزيره. طبعا صعد النهارده بقى النادي الاهلي في المباراه يعني النهائيه على حساب الجزيره بنتيجه 67 ل66، وصعد الاتحاد على حساب الزمالك بنتيجه 74 ل68. عمليات الاحماء يا كابتن هيثم بدات منذ قليل، يعني زي ما حضرتك شايف الصوره من خلفي، يعني الصوره كامله من خلفي. خليني كمان اقول لحضرتك انه يعني الفريق بالكامل مركز بشكل قوي جدا. مستر اوجاستي باش المدير الفني للفريق يمكن قال لهم انه يعني خلاص بيتم التركيز في مباراه النهارده بشكل قوي جدا، مذاكرين الحقيقه فريق الاتحاد بشكل كبير، مذاكرين نقاط القوه والضعف. يعني كمان خليني اقول ان في بعض الجماهير هنا في الصاله لدعم اكيد وتشجيع النادي الاهلي، وده يعني زي ما بنقول دايما يعني الجماهير هي الداعم الاول والاخير، وبالتحديد طبعا جماهير النادي الاهلي. ان شاء الله ده ينعكس كمان على ادائهم داخل الملعب. مباراه الزمالك والجزيره كان فيها يعني نديه كبيره جدا، ان شاء الله نشوف كمان نفس النديه يعني ما بين الاهلي والاتحاد، ولكن هتنتهي ان شاء الله باذن الله يعني بفوز النادي الاهلي. كمان يعني خلينا طبعا نقول انه النادي الاهلي يعني رجال الحقيقه عاملين مستوى رائع كمان، يمكن في باسكت بول افريكان ليج يعني بالفور اللي كانت طبعا على صاله الدكتور حسن مصطفى، يمكن شفنا اداء قوي جدا من فريقنا. والحقيقه يعني ان شاء الله يعني هم ضمنوا طبعا وجودهم في النهائيات، طبعا ان شاء الله نشوف ده كمان النهارده يعني، ونحتفل طبعا كالعاده كابتن هيثم مع حضرتك ومع الكباتن ومع مشاهدينا بالفوز بلقب كاس مصر لهذا الموسم. يعني دي الاستعدادات اللي موجوده هنا من صاله وزاره الشباب والرياضه، ان شاء الله ارجع لك بعد المباراه. روزان بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما حضراتكم شايفين ابتدى الاحماء، يعني انا في الصوره مش شايف لعيبه النادي الاهلي، يمكن هم لسه في الميتنج اللي قبل المباراه. بشكرك يا روزان شكرا جزيلا. وزي ما حضراتكم شايفين الاتحاد بداوا التسخين، ولكن النادي الاهلي لسه ما بداوش التسخين، واحنا الحقيقه عندنا وقت يعني يمكن 25 دقيقه، وهي فتره كافيه للاحماء. نتمنى كل التوفيق النهارده لفرقتنا، ان شاء الله مباراه مهمه ببطوله، مباراه ببطوله مهمه، كل التوفيق لفرقتنا النهارده باذن الله. كابتن سلعاوي يمكن النهارده خلينا الملعب اهو، دي صوره من الملعب زي ما قلت لحضراتكم، يمكن يعني اللي بيسخنوا دول طبعا من الجهاز، يعني ده حامد المهمات يا كابتن سلعاوي، وده لطفي كابتن، ومروان عادل اخصائي طبيعي، وده كابتن لطفي الاحصائي صح؟ علاء لطفي دي المجموعه اللي بتسخن، هم بيسخنوا يعني برضو ايه عقبال ما اللعيبه تنزل، يعني برضو بتبقى حاجه لطيفه جدا. طيب خليني اقول لكم طاقم التحكيم النهارده، طبعا حضراتكم يعني لازم تبقوا عارفينه، حكم احمد غالب وحكم عمرو زاهد والحكم محمود جمال، وبمناسبه ثلاثه حكام دوليين يعني احمد غالب وعمرو زاهد ومحمود جمال ومراقب المباراه طبعا حتى الان يعني ما تمش الاعلان عنه، هنعرفه اشرف الفلكي صحيح، اشكرك يا كابتن. وسكرتير طبعا لجنه الحكام كابتن محمد جلال اللي واقف في نص الملعب لابس بدله على اليمين، ده كابتن محمد جلال، والحقيقه يعني جمعتني بيه موقف امبارح، يعني اتكلمنا مع بعض حبه، كان في صاله الدكتور حسن مصطفى كان بيتابع مباراه الناشئين هناك، فيعني وقفنا واتكلمنا حبه عن التحكيم وعن الامور دي، يعني هو رجل لكن له كل الاحترام كابتن محمد جلال سكرتير لجنه الحكام. نتمنى التوفيق لطاقم الحكام تاني، احمد غالب عمرو زاهد محمود جمال، مع طبعا الاحترام للكباتن الكبار، نتمنى توفيقهم النهارده في المباراه. كابتن سلعاوي خلينا نروح للتشكيل، يعني يمكن جماهير النادي الاهلي عايزه تعرف تشكيل الجهاز الفني واللاعبين، احنا حفظناهم خلاص الجهاز الفني واللاعبين، بس خلينا نقولهم برضو نذكر الساده المشاهدين بالجهاز الفني الاول يا كابتن سلعاوي اتفضل. بتكون من الاسباني اوجوست بوش كمدير فني، احمد الجرحي مدرب عام، رامي الدياصي مدرب، طارق الغنام مدير فريق او مدير اداري، وليد الخراط اداري، محمد عز مخطط احمال، مروان عادل مخطط احمال، احمد حسن اخصائي علاج طبيعي، محمد جاد دكتور طبيب الفريق، علاء لطفي محلل فني، محمد عيسى اخصائي تدليك ومساج، محمود فهمي تصوير المباريات، حامد الكاس مهمات. تمام اشكرك يا كابتن سلعاوي. خليني بعد اذنك كابتن سلعاوي انا هقول التشكيل بتاع فريق النادي الاهلي لانه في تغيير حصل بلغوني بيه. طيب نقول تشكيل النادي الاهلي من اللاعبين، المحترف براندون رقم واحد، عمر عزب عودا حميدا يا عمر بعد البال رقم ثلاثة، إيهاب أمين رقم أربعة، عمر الجندي رقم خمسة، مروان سرحان رقم ستة، سيف سمير رقم ثمانية، كيجو أو مصطفى المكاوي رقم عشرة، كريم حاتم
رقم 11 صانع العاب احمد مهيب شوتينج جارد، رقم 14 محمد ابو النصر، رقم 23 محمد طارق خيري بيشارك النهارده في المباراه، عمر طارق رقم 55. دول ال 12 لاعب النهارده يا كابتن سلعاوي يا كابتن نبيل اللي هيشاركوا في المباراه. كده عندنا اغلب التشكيل او مجموعه كبيره من الصغار، يعني عندنا النهارده محمد طارق خيري، عندنا كريم حاتم، عندنا وشال بس لاعب ارتكاز اللي هو الولد بتاع 20 سنه عمر عماد وحط عمر عماد جوتزيلا وشال محمد طارق خيري محمد طارق خيري. طيب خلينا نروح للضيوف، يعني ضيوفنا في الاستوديو التحليلي هو نادي الاتحاد السكندري. خلينا نقول الجهاز الفني لرجال الاتحاد السكندري يا كابتن نبيل اتفضل. الجهاز الفني لسالة الاتحاد السكندري: عصام مجاهد رئيس الجهاز، احمد عمر مدير فني، احمد عبد الوهاب مدرب عام، هيثم كامل مدرب، سامح صلاح مدير اداري، احمد بسيوني اداري، الدكتور احمد حمدي طبيب الفريق، علي فؤاد اخصائي تاهيل، صبري سالم مخطط احمال، عبد الرحمن الجلاد محلل اداء، الدكتور مصطفى عبد العال اخصائي تغذيه، علي موسى مدلك الفريق، اسلام فتحي عامل مهمات، واحمد خميس عامل مهمات. ما شاء الله الجهاز يعني حاجه، يعني ما شاء الله كابتن الجهاز نادي الاتحاد يعني ما شاء الله دايما نادي الاتحاد بيتميز، بتلاقي فرقه يعني كامله من الجهاز الفني وفرقه لاعبين، يعني عدد الجهاز 14 فرد يعني، وعندنا في نادي الاهلي في عدد الجهاز 11 فرد. فالحقيقه نادي الاتحاد لا يبخل ابدا طبعا مجلس الاداره او يعني مجلس اداره نادي الاتحاد. يعني كره السله هي لعبه شعبيه، يعني مش يعني اللعبه الشعبيه الاولى تعتبر في اسكندريه يا كابتن طبعاً. فده طبعا الحاج محمد يعني فلازم يكون الجهاز 14 واحد يعني، فطبعا داعم ليهم. طيب يا كابتن نبيل اجل حضرتك قائمه نادي الاتحاد برضو محتاجين نقولها للساده المشاهدين، اتفضل يا كابتن نبيل. مايكل ديكسون زيرو، رقم زيرو دبل. عبد الرحمن خالد واحد، يوسف شحاتة تلاتة، هيثم كمال ستة، أحمد عادل دولة سبعة، محمد طه ميدو تسعة، أنس أسامة عشرة، باسم الليسي 11، يوسف شوشة 12، أحمد عبد العال بيبو 14، ياسر صلاح 20، علي أحمد 42. نعم أحمد أبو العلا بيبو رقم 14 كده يا كابتن سلعاوي. يعني الاتحاد فول تيم في الوقت اللي انت عندك غيابات، عندك عمرو زهران مصاب، مؤمن طارق خيري ما زال بيتلقى العلاج، فانت النهارده عندك غيابات. لعيبه النادي الاهلي بدات تسخن يا كابتن هاي، بداوا ارض الملعب، وان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا باذن الله ويكونوا موفقين النهارده. شايف النهارده الغيابات اللي بيعاني منها النادي الاهلي النهارده، وخاصه يعني هو في بس اقوى غياب او اللي هو بتاع عمرو زهران، لان عمرو كان لديه سيطره في مسك اللاعب الاجنبي بارتاحيه، وكان استوى كمان في الهجوم، فبقى بيبقى مؤثر دفاعا وهجوما دفاعا. نعم كلامك صح يا كابتن، واكيد مؤمن خيري كمان بيفرق كتير في 3 بونت، ولكن النهارده ان شاء الله الموجودين يقدروا يعوضوا بيفرق كتير ده. كمان في الاوقات المناسبه او الاوقات اللي هي بتبقى محتاج فيها 3 بونت سريعه. نعم وبالتالي المدرجات دي يا كابتن دي اسر اللاعبين مش جماهير. لا مفيش مدرجات دي، او مفيش جماهير، سمحوا تقريبا باسر اللعيبه. اسر اللعيبه لو حضراتكم شايفين يعني طبعا غالبهم عائلات واخوات اللاعبين موجودين موجودين في المدرجات، فهو يعني كنا نتمنى طبعا الجماهير تبقى موجوده بالكثافه في مباريات كره السله، ولكن طبعا هي متعه. نتمنى الالتزام يعني من الجماهير بشكل كبير عشان نتشجع والمسؤولين يتشجعوا والمسؤولين يتشجعوا. اي رياضه كابتن هيثم من غير جمهور بتبقى رياضه مجهوله الهويه، بس لازم برضو بس انا عايز اقول حاجه برضو يا كابتن، كل ده هو مسؤوليه مشتركه. انا هسمح لك بالحضور، بس لازم لما تحضر لازم يكون في التزام طبعا، ولازم الصاله المغطاه غير ماتشات الكوره. ماتشات الكوره الدنيا مفتوحه، لما الصاله المغطاه صوت بيرن. انا في رايي الجمهور هو اللي هيرجع نفسه بالتزامه. بالظبط. كل ما تيجي كل ما تلاقي فرصه ان انت تيجي وتلتزم، الالتزام بيبان امتى؟ فرقتك خسرانه، صفاره حكم ما عجبتكش، الحاجات دي بيبان فيها الالتزام هنا طبعا. وكان اخر خروج لعيبه على النص. بالظبط. اخر مباراه بيننا وبالاتحاد افتكر كان فيها جمهور اللي توفى فيها الله يرحمه اسلام، ربنا يرحمه ويحسن اليه يا رب، ويعني ويتغمده برحمته. دي كانت اخر حاسه اللي حصلت من الجمهور والمدرج وقع. فهي يعني نتمنى ان ما يبقاش في احداث من هذا النوع ويبقى في التزام عشان الجماهير زي ما قال كابتن نبيل ترجع. طب كابتن سلعاوي استاذ حضرتك، مشوار الفرقتين يعني كان ليهم يعني مشوار في كاس مصر ولعبوا مباريات، لازم الساده المشاهدين خلينا نروح لمشوار الاهلي، يعني نقول الاهلي عمل ايه. الاهلي في دور ال 16 لعب مع سكر قوس،
كسب كام؟ كسب 143 149 تمام. دور الثمانية الأهلي كان مع طلاء الجيش كسب 91-47. نعم. نصف نهائي كان مع الجزيرة وكسب فارق نقطة 67-66. إذن يعني نوعا ما باستثناء مباراة الجزيرة كان مشوار النادي الأهلي بشكل كبير مريح. ده المشوار تاني قدام حضراتكم دور ال 16 الأهلي وسكر أوس كما تفضل كابتن سلعاوي قال. كان سهل لحد ما يعني. دور الثمانية الأهلي مع طلاء الجيش 91-47 ونصف النهائي 67 الأهلي 66 الجزيرة. خلينا بقى نروح لإحصائيات مباراة الجزيرة ونقول بعض الأرقام يا كابتن، يعني أستاذن حضراتكم افتحوا كده الإحصائيات معايا معك. خلينا نشوف كده مين أفضل المسجلين، النسب، الفرقة في، خلينا في إحصائيات طبعا الأهلي، مش هنروح لإحصائيات الجزيرة لأنه خلاص إحنا مش هنلاعب الجزيرة، فنشوف إحصائياتنا شوية. مثلا نقول في النقاط يعني براند مثلا أول واحد مثلا لعب 31 دقيقة. طيب خلينا نقول مثلا ناخد نسب الفرقه كلها يا كابتن، احنا جايبين 67 بوند، ده كان مباراه الاهلي والجزيره، حاولنا على السله 69 محاوله جبنا 24، دي تقريبا قليله قوي يا كابتن. طبعا ولذلك يعني احنا كنا متاخرين طول الجيم، يعني نسبه 34% يا كابتن. النهارده بنتكلم فيلد جول في ماتش الجزيره 34%، تفسر دي بيها يا كابتن، اسمع راي حضرتك كابتن نبيل. يعني فيلد جول لما النهارده احنا كل محاولاتنا على الباسكت عاملين 69 محاولة ما بين بقى 2 بوينتس و 3 بوينت وما بين فري ثرو ما بيخشش في الفيلد جول، بس يعني كل محاولاتك ثنائية وثلاثية انت عامل 69 جايب 24 بس، نسبتك 34 which is رقم قليل ونسبة قليلة قوي، فسر ده بقى يا كابتن. احنا قلنا نتيجة ممكن حاجتين، لا اما دفاع قوي من الجزيرة لا اما اجهاد الفترة اللي فاتت من اللاعبين، فدوا ممكن يأثر عليهم ان هم بيبقى نسبهم مش عالية نتيجة ان اللعيبة برضو يعني لسه ما وصلتش للتوب بتاعها. طيب هل يا كابتن سلعاوي اضيف حتى حاجة اتفضل يا كابتن. الا التركيز برضو. طيب. لان الباسكت هو تركيز، تركيزك لان ساعات الاجهاد برضو يأثر على التركيز، لكن التركيز هو لاعب باسكت التركيز. طب خلينا اطرح سبب كده وشوف رأي حضرتك. هل انت النهاردة عندك 4 جانب كانوا واخدين مكان من ال 12؟ الاربعه اجانب دول طلعوا بره دخل مكانهم 4 مصريين. لا ده مش هنقول بقى 4 اجانب، ده انت عندك كمان تلت محترف الفرقة. محترف دخل معاهم 5، فالنهارده تلت الفرقه بقى لنا كتير ما لعبناش مع بعض. هل عدم الانسجام ده او غياب الانسجام ممكن يوصل بالنسبه دي كده يا كابتن؟ طبعا يعني لازم طبعا وتلاقي اللعيبه اللي اتضافوا لعيبه مؤثره للفريق فبرضو ان مجموعه تدخل مجموعه تطلع تكون ما بتلعبش ومجموعه تطلع كمحترفين كنا بنعتمد عليهم في التدوى، ده بيغير شويه حتى في الاسلوب بتاع اللعب بتاع الفرقه. نعم يعني السبب ده انا يعني طرحته لحضرتك. لا مظبوط. لا ممكن يكون طبعا من الاسباب طبعا. طيب خلينا نروح لطبعا التو بوينتس، مش هتفرق كتير، انت شايط 42 شوطه على الباسكت 2 بوينتس انت حاطط 15 فخلاص ده كل ده داخل في الفيلد جول. طب خلينا النسبه اللي تهمني قوي هي 3 بونت. الثلاثه بونت النسبه كانت حلوه، يعني برضو احنا بنحلل بقى الفيلد جول دي او بتاع نحللها 2 بوينتس النسبه وحشه قوي. الثري بوينت النسبه حلوه 33%، هي نسبه النسبه المعقوله. شايفين 27 3 بونت في ماتش الجزيره جايبين 9، يعني في 9 ثلاثات لو ضربنا 9 في 3 بكام يا كابتن؟ 27. 27 نقطه من اصل 67 نقطه انت حاططهم 3 بونت، فالنهارده 33% نسبه 3 بونت هي نسبه كويسه. وشايف يعني طب شايف ده ايه؟ ما هو ده برضه يخلي لك ليه تفسير، هل اللعيبه النهارده متمرنه كويس؟ هل دي على السبب اللي احنا قلناه ان التو بوينتس عايزه هارموني، انما 3 بونت انت فاضي بتشوت تجيب؟ هي نسب. يعني راي حضرتك ايه؟ انا رايي ان هو هي 3 بونت نسبه لعيب في كل يعني مثلا فريق الاتحاد يقول فلان شطر، فريق الاهلي مهيب، ايهاب امين، بتبقى بتعتمد على التركيز اللعيب في ال 3 بونت بالذات. افتكر هنشوف النسبه 3 بونت دي النهارده يا كابتن ولا مالهاش حسابات برضه؟ لا هي برضه مالهاش حسابات، 3 بونت مالهاش حسابات، لكن نتمنى نشوفها يا رب يا رب. طيب كابتن نبيل الفري ثرو احنا شوطنا 13 الرميه الحره جبنا 10، نسبه حلوه كويس جدا. طبعا نسبه كويسه يعني كويسه جدا، بس هو الثري بونت برضه احنا في يعني الحمد لله رب اتوفقنا في 3 كرات في الاخر جبناهم، دي اللي علت النسبة. يعني طب حلوة دي معلومة واحد، يعني الثلاثة اللي بالاخر اللي منهم بتاعت عمرو الجني دي هي الامريكي، يعني احنا كنا قبل الثلاثة بونت دي كنا شايطين 24 جايبين 6،
يعني كام 6 من 24 تقريبا الربع 25%. فالثلاثة الأخرى دي اللي رفعت لك من 25% نسبتك في 3 بوند ل 33%. ماتش الجزيرة لما كنت في حال ده خالص ماتش الجزيرة أتمنى نشوف النهاردة حالة تانية. طيب بس والله النهاردة يعني مكسب برضو الجزيرة النهاردة بيوضح إن الجزيرة ما يعني لا يعني الجزيرة برضو كويس يعني هو في حالة كويسة. نعم الجزيرة يعني بالظبط كنا في حالة مثلا مش مفيش توفيق وفي المشاكل اللي بس موجودة. الجزيرة كويسين بس الجزيرة كويسين. الله ينور عليك افتح لك صح صح يا كابتن الله يفتح على حضرتك. طيب خلينا ناخد مين كان هداف المباراة في المباراة دي. كان إيهاب أمين برصيد 18 نقطة يا كابتن في ماتش الجزيرة. كان إيهاب أمين لعب 31 دقيقة وده يعني وقت كتير مش طبيعي إنه يديهوله. ولا ايه رايك يا كابتن في ماتش الجزيره؟ ما بيديش الوقت ما بيديش الوقت وخاصه يعني ان في 48 ساعه بين ماتش الجزيره. ايوه والفنر. فانت النهارده معنى كده ان ظروف المباراه اضطرت مستر اجوست ان يحط ايهاب امين ونفس الكلام الاجنبي لاعب 31 دقيقه ونص. الظروف وماتش ايكوال وده ماتش كاس ما فيش تعويض اكبر مستر اجوست انه يتخلى عن سياسته مع اثنين لاعبين الروتيشن اللي هو مين؟ اللي هو براندون وايهاب امين. هو برضه هو جرب يعمل روتيشن بس اعتقد ان هو كان في بعض اللعيبه ما عندهاش توفيق فاضطر ان هو يعتمد على المجموعه اللي هي ممكن تبقى كويسه في المباراه فادهم تايم اكبر من اللي بيديه. صحيح خاصه ان بقيه اللعيبه في مراكزهم الحقيقه ان سابهم ما كانتش قد كده. طيب في لفته كده سريعه عمر عزب. عمر عزب جاب 10 نقاط. عمر عزب كان المباراه اللي فاتت كويس. لا هو بصراحه من اول من يعني بقى له فتره كويس قوي قوي. نعم يعني عمر عزب الحقيقه عامل نسب كويسه عامل فيلد جول 4 من 5 يعني بنتكلم في 80% فيلد جول. عندك الثري بوينت ايه ده شوط 2 جاب 2 نسبه 100%. عمر عزب انا شايف ان هو شباك او نجم الشباك في المباراه دي كارقام يعني بصراحه لا هو اصلا كمان خروجه من الباك كان صدمه. وخلي بالك ده لاعب يعني 21 دقيقه بس النهارده لو كان خد له 10 دقائق زياده كانت ممكن الارقام دي تزيد. فعمر عزب النهارده اتصور الولد ده النهارده يعني ممكن يعمل ماتش كويس يبقى نقطه فارقه يعني 3 بونت 100% التو بوينتس نسبته الفيلد جول 80% التو بوينتس جاب 3 محاولات جاب 2. عمر عزب المباراه اللي فاتت الحقيقه كان ارقامه جيده جدا. نروح لعمرو الجندي جاب 6 بونت ما كانش موفق طول المباراه 3 منهم 3 بونت الاخيره. عمل 10 محاولات عمرو الجندي جاب محاوله واحده فيلد جول. طب ازاي وجاب 6 بونت؟ لا ده في حاجه غلط في الاحصائيه دي. طب ازاي هو جايب 6 بونت وجايب لك في الفيلد جول يبقى لا بص بقى في باول شوت يعني خبر ابيض يا جماعه. بص بقى الارقام ما بتكذبش يا كابتن. يعني هو عمل 10 محاولات عمرو الجندي على الحلقه جاب واحده في الاخر اللي هي في اخر المباراه واهم واحده في المباراه. بص وتغفر له اي حاجه. طبعا يعني بص عمرو الجندي يا باشا خبرته عاليه ما شاء الله وثقته في نفسه عاليه. نعم فالنهارده عمرو الجندي عمل 10 محاولات المباراه اللي فاتت جاب واحده بس. طب جاب 6 بونت ازاي لما هو جايب 3 بونت؟ في خد 4 رميه حره جاب 3. ما انا استغربت يا كابتن قلت هو جاب يا ابويا هو الاحصائيه دي بتضحك علينا ولا ايه بقى؟ احلى يا جماعه يعني خدت بال حضرتك ازاي؟ فهو عمرو الجندي نتمنى النهارده ان شاء الله بس عمل حاجه بقى بجد هنا عمرو الجندي اعلى اسيست في الفرقه الماتش اللي فات. 4 اسيست يعني الامريكاني وهاب امين 3 اسيست بالرغم ان عمرو الجندي واخد 22 دقيقه وده عمرو الجندي. عمرو الجندي بيلعب زمايله. يعني عملت ايه انا فاكر في ماتش بال من المباريات اللي احنا زقناها عمل 3 اسيست ورا بعض في 3 هجمات ورا بعض. فعمرو الجندي النهارده عامل 4 اسيست في ماتش الجزيره. لا هو بالشكل لعيب ذكي خلي بالك 4 اسيست عملهم عمرو الجندي كابتن نبيل من اصل 14 اسيست الفرقه كلها عاملاها. يعني النهارده عامل تقريبا تلت او 33% تقريبا من اللي بتاع. طيب خلينا بس يعني معلش يا جماعه اديني دقيقتين بس في الارقام معلش انا عارف المباراه قربت بس لسه بنسخن قدامنا بتحاولي يعني اتصور مش اقل من 10 دقايق اديني دقيقتين بس زياده عشان الارقام. طيب الريباوند يا كابتن عندنا الاوفنسيف ريباوند جايبين 16 بس في الجزيره. شايف الرقم ده يا كابتن 16 اوفنسيف ريباوند في 4 اشواط يعني متابعات هجوميه 4 في كل شوط قليله جدا طبعا. النهارده الكره بتتشاط احنا بنشوط الكره بنفقدها مفيش محاوله ثانيه. وعلى فكره كمان ان لاعب الاتحاد في الريباوند اقوياء لسه هقول ان ده هتبقى مشكله النهارده. ده مشكله لو ما حدش ما دخلناش ما دخلناش على الفولو وصايرين كمان دخلوا على الفولو. طب يا كابتن الاوفنسيف ريباوند مسؤوليه مين؟ هل سناتر لوحديها يا كابتن ولا لا سناتر؟ لا قلت لك ايه انا شايف ان هاب امين من اكتر الناس بتعمل اوفنسيف ريباوند. هاب امين من اكتر الناس يخش الناس محجزه بعض ويخش ياخد محجزه هو عنده تايمينج كويس لا وبينط عالي وبيجيب الكوره كده. طيب دلوقتي بقى عزب يعمل دي كمان. خلينا نشوف هاب امين الماتش اللي فات جاب اوفنسيف ريباوند قد ايه؟ جاب اوفنسيف ريباوند 2 بس. ده هو ديفنس الله ينور عليك جايب 7 طه
اعلى ريباوند النهارده بعد بص اعلى ريباوند في الاوفنسيف ريباوند بس عمر عماد. مين عمر عماد؟ جازولو ده ما لعبش الماتش اللي فات. لا طب نشوف عمر طارق جايب ايه؟ عمر طارق جايب ايه ده؟ يعني هاب امين اعلى ريباوند ديفنسيف على فكره مش الماتش ده بس، بصفه عامه لو جبت سكاوتنج بتاع سوا احنا متابعين بصفه عامه هتلاقي ايهاب امين من اعلى الناس بيجيب ريباوند في الفريق. اذا افهم بيروح ورا كل كوره يا كابتن سواء في الديفنس او الاوفنس بيروح يجيبها. يعني النهارده احنا عندنا امال كبيره في ايهاب امين في الريباوند. جايب 9 ريباوند من كام بقى؟ من 42 ريباوند النهارده جايبهم ايهاب امين، جايب ربع ريباوند. هو انا عايز برضه اقول حاجه ان برضه اكيد الاتحاد هتلاقيه عامل استاتستيك على الموضوع دوت، فبرضه لازم بقيه اللعيبه تساعده في الريباوند. يعني نعم. بقيه اللعيبه اللي بتلعب مثلا جاردات وكده هو لازم لو انت بوزيشن تحت خط الفاول لازم ادخل على السكند شوت. بس خليني اقول لك برضه يا كابتن انه التحجيز في الجاردات بيبقى صعب. يعني انا كنت جارد عشان بيبقى الملعب مفتوح والكره عماله تروح وتيجي من الحركه، فانا عشان احجز واحد في مساحه واسعه دي، انما السناتر بيعرفوا يحجزوا. خلاص ما تحجزش كابتن، بس روح للكوره لما الكوره تطلع روح. يعني هيبقى مين اسرع بقى من ايه؟ ما انا بقول لك عشان كده هو بيعمل ايه؟ سواء حجز او محجز بيعرف السايد اللي الكوره رايحه فيه بيروح لها. نعم. طيب خلينا نقول برضو الاسيستات، 14 اسيست لفرقتنا، شايفه كتير ولا قليل يا كابتن في ماتش الجزيره؟ في الوقت اللي الجزيره عمل 19 اسيست، احنا عاملين 14 بس. لا يبقى هم تعاون اكتر، يبقى هم جماعيه اكتر. 14 اسيست احنا بنتكلم يعني حوالي 3 بوينت حاجه. 3.5 بالظبط اسيست بير كوارتر. طب ده دي نسبه عاليه ولا قليله؟ لا تعتبر نسبه لا مش كويسه، مش كويس بالنسبه لنا يعني بالنسبه للاهلي لان الجزيره عامل 19. ما هي كابتن الاسيست دي هي مقياس ان الفرقه بتلعب دفاعا وهجوما زي بعض. بس انا عايز اتكلم في الاسيست في حاجه برضو، ان ساعات لو الفرقه بتجري هجوم سريع كتير ده بيبقى ليها نسبه عاليه في الاسيست، فده برضو بيبقى داله ان احنا يعني برضو هم جريوا اكتر مننا هجوم سريع. نعم. فده بيبقى سهل ان انا بطلع كوره طويله وفي كمان بطلع بيها اللعب. وفي كمان حته الجزيره لعبنا زون ديفنس طول المباراه، كان يظهر فيها الاسيست من 4 و5 بنسبه عاليه جدا. بس حاجه بقى يا كابتن لحضرتك كلامك ده اكيد كلامك يا كابتن سلعاوي، هم الجزيره جابت في الريباوند 44 ريباوند احنا جبنا 42. يعني اللي خلى الماتش يمشي كده معانا ان الجزيره نجح يستحوذ معانا او يشاركنا استحواذ على حلقتين، فدي كانت ملحوظه. وعلى فكره مفيش نسبه طول عندهم كمان، ما دي برضه يعني مفيش اللي على الفضيل هو اللي يعني. طيب خلاص انا شايف لحظات يا كابتن وتنطلق المباراه، اللعيبه بدات تنسحب من ارض الملعب عشان يعني نستعد لانطلاق المباراه. خلينا نروح لصاله شباب الرياضه بمدينه السادس من اكتوبر لنقل احداث نهائي كاس مصر الاهلي والاتحاد، ومعلقنا الكابتن احمد مناع فالى هناك.